من بداية النص الثاني من رمضان 5 مسلسلات جديدة بدأ عرضهم على شاشات المتحدة، وده بعد انتهاء مسلسلات عتبات البهجة، كامل العدد، بابا جه، ومسار إجباري. المسلسلات الجديدة هي مسلسلات بقينا 2 لشريف منير بدون سابق انذار لآسر ياسين، مسلسل جودر لياسر جلال، وكمان مسلسل فراولة للنجمة نيلي كريم ومليحة للفنان دياب. يعني باقة جديدة بتضاف للوجبة الدرامية المتحدة الحقيقة أبهرتنا بيها على مدار النص الأول من شهر رمضان ودراما رمضان. الأعمال الجديدة اللي بدأ عرضها من يومين نقدر نقول إنها بتكمل المشهد المتميز لدراما المتحدة في رمضان. دراما بتتنوع ما بين الاجتماعي الكوميدي، دراما الوعي والقضايا الاجتماعية اللي بتهم كل بيت مصري وعربي، وده يمكن ده كمان يا محمد يعني بيتسم بسمة العصر اللي احنا فيه. صحيح. السرعة، وبقينا دايما عايزين قصص قصيرة وسريعة وبتصل للهدف، ليها معنى وليها مغزى. بدي كمان فرصة لأعمال درامية أكتر تطلع لقصص أكتر، لمواهب. فرصة مواهب كمان يا جمان، يعني 15 حلقة إيقاع سريع زي ما طبعا بتقولي، وكمان مواهب، نشوف مواهب في التمثيل وفي الإخراج وفي الكتابة في رمضان بشكل كبير جدا. الحقيقة أنه في مسلسلات من ال 15 حلقة الجداد أو النص الثاني لرمضان لفتت الانتباه من أول حلقة، وكمان نقدر نقول كده من أول مشهد. من ضمن هذه المسلسلات مسلسل مليحة. مليحة مسلسل بيركز على القضية الفلسطينية وتعريف الأجيال الجديدة بهذه القضية. يمكن ده شفناه من الجزء الأول في الحلقة بصوت نزار مغاوري، وهو الجد اللي بيحكي لحفيده، بيحكي له سامي مغاوري، معلش أنا آسف، الفنان الكبير سامي مغاوري، وهو بيحكي لحفيده قصة القضية الفلسطينية من أول بداية القصة، مرورا بتمسك الفلسطينيين بأرضهم وتشبثهم بالأرض وعدم ترك الأرض في أي لحظة من لحظات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. مسلسل مهم جدا، مهم جدا كلنا نشوفه ونفرج كمان ولادنا عليه ونعرف كده جوانب مهمة من تاريخ القضية الفلسطينية. يا محمد أنا بحييك على النقطة دي، فكرة الأفون تتر أو في البداية كده، لما يكون التتر في البداية بيكون القصة بتتحكي بشكل مشوق وبصوت زي صوت الفنان سامي مغاوري، وفي مشهد جد بيحكي لطفل صغير قصة من الأول، قصة من البداية، القصة الحقيقية اللي حاولوا طول الوقت إنها ما تكونش موجودة، دي مهمة جدا. فكرة التوثيق ده مهم جدا، زي ما احنا متابعين مع حضراتكم المشاهد دي، هي دي مشاهد البداية في مسلسل مليحة، دي مشاهد أرشيفية، مشاهد حقيقية، ده مهم جدا إنه يكون موجود في سياق الدراما، لأنه بيتحول بعد كده مسلسل أو يمكن مثابة توثيق كمان للأحداث، مش مجرد عمل درامي. ده بجانب كمان بقى مسلسل جودر، واللي بيرجعنا لقصص ألف ليلة وليلة مع النجم ياسر جلال، تغيير كمان الدراما الاجتماعية المميزة في مسلسل بقينا 2 لشريف منير، كمان بدون سابق انذار لآسر ياسين وعائشة بن أحمد. الحقيقة في مجموعة تانية تحس ان احنا ابتدينا كده مسلسلات، مجموعة مسلسلات جديدة من الأول خالص، وكلها بداية قوية جدا. انا الحقيقة يمكن عديت على كم حلقة يا محمد كده، يعني الحلقات الأولى من كم مسلسل، كلها الحقيقة كلها بداية قوية جدا، وكلها بتشدك بشكل كبير قوي، تنوع كبير جدا. مليحة زي ما قلنا جميل جدا يا جمانة، كمان صحيح. انا استوقفني جدا يا جمانة جودر، مش بس الاجواء الاسطوريه بتاعت الف ليله وليله، لكن الموسيقى كمان، موسيقى عظيمه جدا. صحيح. يعني عنصر مهم جدا في البناء الفني لمسلسل جودر، تشد الودن كده وتخليك تشوف المسلسل بحلقاته. المكياج كمان على فكره بالزبط. يعني المكياج، لان هو بنتكلم طبعا على الف ليله وليله واساطير الف ليله وليله، فطبعا بتحتاج مجهود صعب جدا ومؤثرات صوتيه وبصريه قويه جدا. فالحقيقه حتى ده معمول فيه مجهود كبير قوي قوي قوي، يستحق ان احنا نتفرج عليه. صحيح. يا محمد، الاهتمام بكل التفاصيل في كل مسلسل. بنتمنى لحضراتكم كده مشاهده ممتعه مع بدايه مسلسلات النص الثاني في رمضان. بنصبح مره ثانيه على حضراتكم، وصباح الخير يا مصر.